عزيزي التعاون الجزائري الفنزويلي وإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات الفلاحة والصيد البحري، قام وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد عبد القادر بوعزغي رفقة وزير السلطة الشعبية للإنتاج الفلاحي والأراضي لجمهورية فنزويلا البوليفارية السيد ويلمار ألفريدو كاسترو سوتيلدو بزيارة عمل إلى ولاية الوادي يومي 7 و8 أكتوبر 2017. في إطار التعاون وتبادل التجارب بين البلدين، رافقني إلى ولاية الواد للاطلاع على ما يجري في عالم الفلاحة في هذه الولاية المضيفة، ولاحظ أن ولاية الواد ولاية فلاحية بامتياز. هذا الزيارة كانت مفيدة جدا، وكانت بالنسبة لي يعني تجربة تجسد كل المجهودات الجبارة التي قامت بها الدولة لأجل تطوير الفلاحة في هذه الولاية وفي الجزائر. الحوصلة يعني لقد قام بها زميلي الوزير الجزائري منذ قليل، هناك إمكانيات للشراكة والتعاون من أجل إنتاج الحبوب القمح على وجه الخصوص بفنزويلا. من جهة أخرى فيه اهتمام كبير من جهتنا بالنسبة لتربية الأغنام المواشي هنا في الواد، والولاية تمتاز بخبرة وبتجربة قوية ومهمة جدا في هذا الميدان. نحن على تمام الاستعداد من أجل التعاون والشراكة وتبادل الأفكار والخبرة مثل ما قاله زميل الجزائري، من أجل تطوير كل هذه الأفكار وتجسيدها في الميدان في فنزويلا. وقد كانت الزيارة فرصة للاطلاع على واقع القطاع الفلاحي من خلال تفقد عدة مشاريع فلاحية، جعلت الوزير يبدي ارتياحه لما حققته الولاية من نتائج مشجعة في العديد من الفروع الفلاحية بفضل المجهودات الكبيرة التي قامت بها الدولة على صعيد تهيئة الإطار الملائم لممارسة النشاط الفلاحي في أحسن الظروف، لا سيما من حيث صياغ الدعم المختلفة والهياكل القاعدية على غرار إنشاء المسالك الفلاحية وكهربة محيطات النشاط الفلاحي. ولاية الواد تحتل المرتبة الثانية من حيث قيمة المنتوج الفلاحي بصفة عامة على المستوى الوطني، وتشارك بنسبة تقريب 7% من المنتوج الوطني في الفلاحة. هذا وصلنا له يجب التأكيد عليه والتذكير به لأنه شيء هام جدا. هذا ربما ما كناش نوصلوا له، وأنا معتقد أنه مستحيل كنا نوصلوا له لو لم تكن في البداية دعم تاع دولة ودعم قوي، ولو لم تكن تلك النظرة لسيد رئيس الجمهورية عن طريق مختلف البرامج التي خصصها لقطاع الفلاحة، انطلاقا من البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية الذي بادر به منذ سنة 2000، واللي أعطى أهمية قصوى وكبيرة لقطاع الفلاحي، بحيث أن في ولاية الواد خصص لها أكثر من 20 مليار دينار في لتمويل الهياكل أو العمليات المهيكلة لقطاع الزراعة. ونظرا لمواصلة الدولة دعمها للاستثمارات العديدة المنجزة في القطاع، فقد طالب الوزير بضرورة تكثيف الجهود لرفع المساحات المسقية بالولاية لجعلها قطبا فلاحيا يساهم في زيادة التنمية الاقتصادية الوطنية. مادام الدولة حاضرة ومادام برنامج رئيس الجمهورية السيد رئيس الجمهورية اللي أكد عليه الوزير السيد الوزير الأول، واللي يقول أن الدعم اللي أقره السيد رئيس الجمهورية في بسكرة نبقوا عليه، بمعنى ذلك أن كل أنواع الدعم اللي جعلت من ولاية الواد وولاية أخرى رائدة في المنتوج الفلاحي وصل لهذا المستوى من المنتوج أبقى عليه السيد رئيس الجمهورية في البرنامج تاعو اللي طبق فيه اليوم الحكومة. يخلونا أننا من على 3 سنين 4 سنين 5 سنوات كما تقول ما نلحقوش غير 150 ألف هكتار، نلحقوا الأكثر. لماذا نلحقوا الأكثر؟ اليوم عندنا 100 ألف مساحة صالحة للزراعة كلها تقريب مسقية،
عندك 85 ألف قطار أعطيت استفاد منها فلاحون في إطار التعليمة تاع 108، عندك 112 ألف قطار أخرى تمدد في إطار حيازة عن طريق الاستصلاح. اللي خلينا نقول أن على الأقل على الأقل في السنوات القريبة نلحقوا 200 ألف. حقيقة ولاية الواد أصبحت قطب امتياز فلاحي، يلزم نعمل على تعزيزه ونعمل على تطويره، والإمكانيات أصبحت الآن موجودة. ما علينا إلا أن نعمل في إطار يعني تشاوري تنسيقي مع كل الفاعلين في القطاع الفلاحي. ولأن ولاية الوادي من أهم الولايات المزودة للبلاد من المنتجات الفلاحية، دعا الوزير إلى ضرورة إيجاد ميكانيزمات وتدابير لضبط السوق محلياً ورفع قدرات التصدير عالمياً. الأمور في ولاية الواد وبعض الولايات الأخرى التي شهدت تطور كبير وكبير جدا من حيث المنتوج الفلاحي، لأن غدوة نكبروا في المساحة المسقية ونزيدوا ننتجوا البطاطا ونزيدوا ننتجوا الفول وننتجوا الثوم وننتجوا البصل، وين نديروه؟ لأن يلزم إيجاد حل كل هذه المنتوج، وهذا في صالحنا وفي مصلحة البلاد وفي مصلحة الاقتصاد. لأن إذا أردنا أن ننتج أكثر يجب أن نجد حل لما هو منتوج، وعليه يجب نخمو في على الأقل في ثلاثة أمور. التسويق داخل الوطن، دونك هنا نتكلموا على التسويق، لأن التسويق داخل الوطن ماهوش مضبوط، ما فيش ميكانيزمات للإنتاج تاع البطاطا أنايا ولا الطماطم ولا أي نوع آخر نوصله حتى داخل الوطن. ثانيا إذا ما حولناش، وإذا حولنا وبقنا في المنتوج هنا يجب تحويله. لماذا لا هذا العدد الهائل المنتوج الهائل تاع البطاطا رانا نسوقوه داخل الوطن ولكن فيه كمية كثيرة تبقى؟ لماذا لا نعمل على تصور ميكانيزم اللي من خلاله نحول نديرو صناعة تحويلية للبطاطا؟ كي نقول صناعة تحويلية للبطاطا، صناعة تحويلية للتمور، صناعة تحويلية لكل المنتوجات الأخرى، يجب أن تكون فيه قاعدة في ولاية الواد اللي من خلالها نقوم بالتصدير. يلزم قاعدة من الواد اللي تكون فيها كل الشروط اللي تخلي التصدير يجرى يعني في مستوى اللي نقدروا نصدروا به من حيث العصرنة ومن حيث النوعية. باش نقوموا بالتصدير يلزم شركات هنا أو مؤسسات أو استثمار، مشاريع استثمارية اللي تكون في الكونديشون ما، لان اللي تغلفوا بطريقه يعني تقريب تقليديه ما يقدرش يسيب مكانه في السوق الخارجي، وعليه يلزم انها تكون فيه مشاريع تعمل في هذا التكييف والتعليب الى غيرها وتحضر للتصدير. ومن اجل ارساء ثقافه انتاج اسماك المياه العذبه واستهلاكها لدى فلاحي ومواطني الولاية، دعا الوزير إلى ضرورة تشجيع تربية المائيات المدمجة في الفلاحة بهدف تطوير النشاطين معا. احنا نتمناو في أن كل مستثمرة فلاحية يكون عندها الحوض تاعها، تدير فيها الحوض، ديروا بريسكا طون بيردي، دير الحوض عنده بسان ديروا للسقيان ويرمي فيه الحوض، ياكل منه، ونطوروا تربية المائيات في الجنوب. احنا نجيب لكم تشوف كيفاش تتطور، يبداو المواطنين كلهم ياكلوا الحوض. ولدى اطلاع الوزير على مشروع لإنجاز غابات للاستجمام بالولاية، أكد على أهمية استغلال الفضاءات الغابية من طرف المستثمرين للمحافظة على الغابات. عندنا الآن الإطار القانوني يحمي الغابة ويحمي المستثمر. رانا في هنا في فضاء يعتبر بامتياز اللي يمكن يكون فضاء ترفيهي يعني حقيقي، يستفاد منه المواطن، تستفاد منه الدولة، تستفاد منه البلاد، ويستفاد منه المستثمر. يديروا أبيل مانيفستاسيون، شوفوا كيفاش كاين ربع ولا خمس مشاريع هنايا، تكلمنا على هذه وتكلمنا على المشتلات.
إنسان لثان كذلك يقدر يدير مشتلة. الآن الواد أصبحت كذلك منطقة فلاحية بامتياز، في حاجة إلى عدد كبير من الأشجار ومن النباتات. الإنسان ثاني المشتلة هنا كلها دور في المساهمة في الدفع بالفلاحة إلى أبعد حد ممكن. ولدى استماع الوزير لانشغالات الفلاحين فيما يخص الكهرباء الريفية، وعد بالتكفل السريع بكل المشاكل التي يواجهونها على أرض الميدان.